في نفس الأسبوع بتاع السيد فوزي كان في جريمة تانية بحق الشهيد بإذن ربه غازي أبو حامد من كفر الشيخ الصياد اللي كان مجند من خير أجناد الأرض قبل كده وكان بيخدم الوطن. ها؟ كان بيخدم الوطن غازي أبو حامد. ده أنا هقول لك جملة قالها ضابط الجيش دلوقتي لأهله. أهالي مركز مطوبس في كفر الشيخ كانوا قدام البحر بيدوروا على جثته. كان قتله ضابط الجيش. كان قتله ضابط الجيش. هقول لك ضابط الجيش قال لهم ايه؟ افكركم بس بلحظه انتشال جثمانه لان في تطورات مهمه في الموضوع. ده في نفس الاسبوع عشان تعرف ان الحكايه مش حكايه السيد فوزي، حكايه عصابه لم تتورع في يوم عن قتل العبيد اللي هم الشعب. النهارده اسره غازي الله يرحمه اتكلمت عن تفاصيل الجريمه اللي تمت في حق الشهيد باذن ربه غازي ابو حامد اللي يتموا عياله. احنا الان في بيت الشهيد، الشهيد غازي اللي مات غدر، اللي مات قهر، اللي مات بتعذيب، اللي مات باهانه، اللي مات بقهر، اللي كوى قلوبنا كلنا بابنائه، اللي تيتمت ابنائه بسبب ضابط مفتري جاحد لا يعرف أي شيء عن المشاعر والإحساس والضمير، قتل أب يرعى أولاده يسعى من أجل كسب 50 جنيه ليوكل دول، مين يرضى؟ فين المسؤولين؟ أهالي الشهيد متجمعين وبيسألوا سؤال، بأي ذنب قتل غازي؟ محتاجين إجابات. هخلي الاهالي يتكلموا، هخلي اهالي الشهيد يتكلموا، بس محتاجين اي مسؤول، لو في مسؤول فيك يا دولة عنده ضمير، محتاجين اجابة لسؤالنا، بأي ذنب قتل الصياد الشهيد الغلبان غازي، غازي ابو حامد، اب دول اتيتموا دول علشان كلب، علشان حقير، علشان ضابط ما يعرفش اي شيء عن المسؤولية، عن الضمير، عن الانسانية. لو دي مش عصابة الناس تشوف العدل بعينيه. ايه يعني لما ضابط غلط يتحاسب على رؤوس الاشهاد والناس كلها تشهد وتبقى شايفة انه بيتحاسب؟ لكن مفيش ضابط بيتحاسب. الراجل الضابط ضابط الجيش شاف الاهالي وهم بيدوروا على الجثمان مش عارفين ايه اللي حصل، قال لهم دوروا في المية هتلاقوه، يمكن تلاقوه غرقان في المية، اللي هو قتله بإيديه، رمى السيجارة ومشي. أخو غازي أبو حامد بيقول مش هيتنازل عن حق أخوه اللي اتقتل غدر. معانا أخو الشهيد، تقول يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا دم غازي مش هيروح هبقى، واللي يتم دول لازم ولاده يتيتموا زي هم دول ما يتيتموا. دم غازي مش هيروح هذا، مش هيروح زي اللي راحوا قبل كده. دم غازي مش هيروح هذا. الاطفال دول ما لهمش ذنب ان يتيتموا زي دول ما يتيتموا، ولاده هيتيتموا. وان الحكومه ما جابتش حقه انا هجيب حقه في اي مكان في العالم، هلف ورا الدوله. غابه، بس كل واحد ما بيحسش انها غابه، ان البلد دي بقت غابه الا لما يدفع الثمن للاسف الشديد ويشوف بعينيه. مفيش قاتل تبع النظام بيتحاسب في البلد دي. الناس كلها على يقين من كده، وفي اعمق اعمقها بتدعي تقول ربنا يبعد اذاهم عننا. دي كارثه بتحصل في البلد. بيان الداخليه النهارده كارثه بيأكد ان مصر غابه بتاع السيد فوزي، وان مفيش ضابط مجرم بيتحاسب. اسمع ايه اللي حصل مع غازي ابو حامد على لسان اخوه. وعايز اقول للناس كلها
اقول للناس كلها على التفاصيل اللي حصلت معايا من اول ما اعلمت بحبسه اخويا لحد الساعه دي. اتفضل. اول ما اعلمت بالناس مدنيين جيراني في البلد ان التروسيكل بتاع اخويا ممسوك على الدولي وعليه 2 عساكر، واحد سايق التروسيكل والتاني راكب في الصندوق. اخويا كان طالع يجيب ناس من على البحر وما وصلش للبحر اساسا. قابله الكلب المفتري ابن 60 كلب، عشان ده منزوع منه الضمير والرحمه، ما يعرفش اي حاجه عن سكه ربنا. عشان لو عنده رحمه مثقال ذره من الرحمه ما كانش يعمل في اخويا كده ويتم 3 اطفال زي دول. رحت فضلت الف على اخويا طول الليل في اي مكان. الناس كلمتني، ناس قالوا لي ان هو كلم ناس من ابو خشبه وقال لهم في ناس مكسورين دوروا عليهم، وناس قالوا لي ده معاه، وناس قالوا لي لا ده مش معاه. وبناء على كلام الناس فضلت ادور طول الليل عشان اشوف اللي مكسور، ما لقيتش حد خالص. لحد الساعة 8 الصبح رحت الكتيبة اللي على الدولي اللي شرقي محطة بنزين وطنية، طلعوا عليا 3 عساكر زي الكلاب المسعورة بأهاني وبشد أجزاء، كل زبالة وقلة أدب وكما قال ما عندناش حد وما خدناش حد وما شفناش حد وما مشيناش. اللي كل اللي قالوا لي وقدرت أستفهمه منه إن هو غلط بيا وأهاني أكبر أهانة، وأمام شهود كانت معايا بتسأل على أخوي وأنا واخد له فطار وسجاير وراح أدي لأخويا. بعد كده قال لي احنا ما مشيناش، اللي مشى امبارح دورين عشرين. بيسال عن اخوه بني ادم، بيسال عن اخوه اهانوه وبهدلوه عشان مجرد بيسال، عشان بس عايز يعرف. يا جماعه شفتوه، عايز يعرف هو فين. تعرف هو فين؟ ليه هو بني ادم؟ ليه هو بني ادم عشان نقول لك هو فين؟ امشي انكشح من هنا. رحت رشيد مكتب مغرب رشيد، طلعني على الخطاب طلع عسكري صغير ابن حلال راجل محترم فعلا الراجل مشكور، كان معنا بالواجب وخد مننا الكلام ودخل جوه سال المسؤولين قالوا له ما عندناش حد وقلت له اسال تاني عشان حصل كذا كذا كذا. دخل وطلع لنا بعد كده قال سيبني 2 3 يوم. قلت له اسيبك 2 3 سنين يا حبيبي، انا ما اعرفش اسيبك ساعات. قال لي النهارده الجمعه وسيبني بعد صلاه الجمعه. قلت له بس خش. دخل وطلع خلي دوره في المستشفيات، لفيت مستشفيات رشيد بالحته ما لقيتش اي حد هناك بنفس الاسم. بناء عليه طلعت الف على اخويا على الدولي، جاني تحت القصور وفي المزارع وفي الاراضي وفي كل مكان في العالم، انا ما لقيتش اخويا. كلمت راجل محامي بالبلد علشان انا ما اعرفش اعمل اي حاجه ولا اعرف اخد اي اجراء. فكلمت راجل محامي قال لي دور عليه في بطريف. فاثناء سيري البطريف ادور على اخويا الشهيد اللي اتقتل غاد، وان شاء الله اللي قتله هيتقتل زي ما اتقتل. اتصلوا عليا بعض الناس من الاهالي من البلد وقالوا لي الرائد بتاع رشيد جاي لنا وبيقول اقفوا مكانكم زي ما انتم. رجعت من نص الطريق ورحت امام الكتيبه اللي على الدولي اللي شرقي بنزينه وطنيه. بالفعل جانا الرائد بعربيه الجيش وخد 2 عساكر من الكتيبه اللي على الدولي وطلع معايا، وانا ركبت معاه في عربيته من ورا، وكان معايا ناس من البلد هو مكلمهم ان هم احنا يخلونا نستنوه. طلع معانا هو والعساكي ورحنا مكان الحادث. العسكري من اللي معاه قال احنا خدنا التروسيكل من هنا وجرت عجل التروسيكل اهو. بالفعل لقيت اثار حتت من التروسيكل بتاع اخويا مرميه هناك. بتكلم مع العسكري بقول له اخويا راح فين؟ الضابط قال لي اتعامل معايا انا، ما تعملش مع اي حد. وسابنا ومشي، قال دوروا عليه في الشط ده وسابنا ومشى. بعد ما مشى مفيش 3 دقايق لقينا الجثه مرميه وهو خد عربيته وجري. قمت في الحال اتعميت، ما شفتش اي حاجه من منظر اخويا اللي مرمي من الساعه 11 تقريبا او 11 ونص تقريبا. والله ما قصه استثنائيه، واللي خلق الخلق زي ما بنقول ما قصه استثنائيه. تعرفين ان ده بيحصل؟ اللي الناس دي امتلكت شجاعة انها تحكي. في عشرات ما بيمتلكوش الشجاعة وما بيفتحوش بقهم وما بيتكلموش. تقول قالك ياخد حقه بايديه، قول لي ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. القصاص والعقاب هو اللي بيهدي نفوس الناس، لكن ده ما بيحصلش. ليه؟ لان دول اسياد ودول عبيد. اوعى تقول لي اصل بنعمل تحقيقات داخليه واصل اصل اصل انتوا كدابين وفجر وعصابه. طبعا الروايه اللي كانوا عايزين يصدروها في الاول انه اتقتل جوه البحر،
حرس زيه زي الصيادين الفلسطينيين، حرس الحدود ضرب عليه نار لانه ما رضيش يقف. وحتى تلك القصه الفجره مفيش حد بيضرب على واحد نار عشان يقتله عشان ما رضاش يقف. يقدر يصيبه ويقدر يبوظ المركب. ها النهارده اخوه بيروي روايه تانية تؤكد انه اتقتل واترمى في البحر عشان يفتكروا كده. شقيق غزة ابو حامد، طلعت بناء على المنظر اللي انا شفته على مركز شرطه مطوبس، عملت محضر وجبت المركز عن اطلاقه وجيت. وبعد كده بقى النيابه جات والدنيا اتخربت علينا، ورحت النيابه وعملت محضر في النيابه، والجثه راحت كفر الشيخ لحد ما دفننا جثتنا ولحد النهارده. واللي بطالبه من كل الناس المسؤوله ان دم غازي الغلبان لازم يرجع، حق ولاد غازي مش هيروح هدر، اللي يتم ولاد غازي مش هينساه، اللي يتم ولاد غازي الاطفال الابرياء الغلابه اللي ما لهمش اي مأوى ولا لهم اي مأوى مش هيروح هدر. طلعت بناء على المنظر اللي انا طبعا لو هو اصلا القصه اللي بتتقال الكاذبه الفجره دي ما تقالش ليه من الاساس؟ ما طلعش ليه بيان؟ ما قالوا لهمش ليه من اول لحظه؟ خدهم ليه زي الحراميه وقال لهم دوروا في الحته دي كده هناك يوم ولقوه في الحته دي هناك ويجري بالعربيه بتاعته. طبعا تعتيم اعلامي، بص عشرات القنوات والصحف والبتاع عشان تعرف ان كله بزراميط، صمت كامل تعتيم على قضية غازي وقضية السيد فوزي اللي كشفنا تفاصيله امبارح والداخلية طلعت ردت. طبعا قصد غازي بيحصل معها نفس التعتيم، ده ضابط جيش يابا. ده حصل مع ضابط الشرطة، مش هيحصل تعتيم مع ضابط الجيش؟ وانا ان ربنا خلاني مش هسيب دم اخويا، وبطلب من جميع الشباب من جميع البلاد من جميع الدنيا ان يشيلوا الفيديو ده علشان عاوزينها تبقى قضيه راي عام وحق دم غازي في رقبه كل راجل مسؤول في الدوله المصريه. اعلام دولتنا ما بيتحركش غير على الفضايح والعار، انما لما يكون العار في الجيش المصري او في الشرطه بيكون في تعتيم. احنا هنكون اعلامنا واحنا اللي هنوصل صوتنا، ويا ريت كله يشير. لو الحادثه حادثه فرديه بيتم الحساب فيها الناس عمرها ما تاخد عار. ايه اللي حصل يعني ان في ضابط اخل مهمات وظيفته طلع مخطئ، 10 ضباط 20 ضابط وتحاسبوا والناس شافت الحق بيتنفذ والعدل؟ اكيد الاسره دي كلها تتحول اخوانيه، المنطقه والبلد دي، واصل المرشد كان اتجوز بنتهم، واصل البتاع واصل القنوات واصل واصل، وهم بيشيروا اصل. فضل ايه؟ اخوهم ومات، عياله يتيموا، فضل ايه؟ غازي ابو حامد كان بيطلع يسعى على رزقه، ده الله يرحمه ما كانش بيرعى اسرته والعياله اللحمه الحمراء اللي انتوا شايفينهم، ده كان مسؤول عن اكتر من اسره، ربنا يرحمه ويحتسبه من الشهداء ويرزقهم برزقه. غازي ملحوظة، غازي أب لثلاث أطفال، راجل معيش أمه معاه، أمه ست مريضة قلب وعندي أدلة بإشاعات وتحاليل. غازي حماته أم والدته، أم مراته، ست أرملة، ست ما أنجبتش أي صبيان، ما جابتش إلا مراته بنت كمان أصغر منه. غازي بيراعي حماته وأمه ومراته أولاده. حماته وامه تعبانين الاثنين، وعندي اوراق بتثبت الكلام ده. ابن عم من نحتسبه شهيدا غازي ابو حامد طلع يتكلم عن الاعلام اللي خايف يروح لهم، الاعلام اللي كلموهم في مصر لكن كله عمل ودن من طين ودن من عجين ومحدش سال فيهم خالص. احنا الاعلام خايف يجينا، وانا عندي بدل المكالمه عشرات المكالمات مع اعلام، ولكن كلها اللي خايف واللي كان عايز يجي بس كان هيكون مش لينا، كان هيكون ميال، واحنا مش وقته خالص التطبيل ولا التضليل، احنا عايزين الحقيقه تبان. كل عارف ان الحكايه دي ابوها وامها التطبيل،
قال لك سكوتنا هو اللي خلى ابن عمي يموت بالشكل ده. انا بستخدم رايي وصفحتي وبتكلم عن ابن عمي. تعال رد عليا، سيبني اتكلم عن ابن عمي اللي انت قتلته. انت موتته وانت في منصبك وسلطتك. احنا سكوتنا وصلنا الموت. الكلام اللي عندي خطير جدا، الكلام اللي عندي. وانا كنت جبان، انا لو كنت بستمع او بعلن عن الكلام اللي كان بيوصلني كنت ابقى راجل. بس انا طلعت جبان، لان قبل موزة ما يموت انا لو اتكلمت كان ممكن الوضع يتغير. الضابط اللي قتله انت مين؟ انت ولا حاجة. احنا بقى من غير سلطة ومن غير منصب وبكل ادب واحترام هنقدر نجيب حقه. انت بقى في الرزق بتاعنا وفي اكل عيشنا حاربتنا لحد ما موتت مننا واحد. طيب انا عندي 15 واحد عندهم كسر اللي في رجله واللي في ايده، وعندي 15 شخص وال15 كانوا بيوصلوا لي الكلام ده، وعندي واحد غرز هنا، وعندي ثلاثة ورم هنا. كل ده من مين؟ منك انت. تعالى ده انا حاسبك على كله. اللي انا بتكلم ده عن ضابط في حرس الحدود استغل منصبه عشان يظلم.